أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار العقارية. أسعد الله أوقاتكم. سجلت بلدية أبوظبي لهذا الأسبوع 67 معاملة عقارية بقيمة 125.2 مليون درهم إماراتي. تخطت قيمة المبيعات للمطور ريبورتاج من بداية سنة 2022 لتاريخ اليوم 2 مليار درهم إماراتي، كما ستطلق مشروع سكني في جزيرة ياس. بدأ عمل إنشاءات لمشروع ريم هيلز في جزيرة الريم المقرر تسليمه سنة 2025. بعد بيع مشروع ياس بارك جيت بالكامل، نعود ونذكر بأن خطة دفع مشروع في ريمان الشامخة 3070 لا تزال صالحة لنهاية الشهر الحالي. مين قال أنه بلاك فرايدي ما بيشمل العقارات؟ شو رأيك فرح؟ صحيح محمد، مني ومنك حيكون في خصم 2% لأي حدا حابب يشتري عقار من تاريخ اليوم حتى الاثنين 14 نوفمبر 2022. بصراحة العرض لا يفوت. تابعونا على قناتنا على يوتيوب وما تنسوا تتواصلوا معنا على الأرقام بأسفل الشاشة. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نأتي إلى ختام النشرة. شكرا لحسن المتابعة.